صباحكم نور أعزائنا ومتابعين على صفحتنا نورسات جوردان وعلى نورسات وتلفزيون تيلي لومير. بنصبح عليكم بهذا النهار المبارك مثل عادتنا كل أسبوع نهار الثلاثاء في هذا الوقت الساعة 9 صباحا. موعدنا دائما معكم في برنامجنا الصباحي صباحكم نور. اليوم راح تكون حلقة أنا لوحدي على البث. بنتمنى الشفاء لأبونا جورج شرايحة، تعرض لوعكة صحية إن شاء الله بيقوم في منها بالسلامة. طبعا هو مخالط لمرضى في كورونا، واليوم شعر في توعك وأعراض الإصابة، فطلب إنه نسمح له إنه ما رح يقدر يجي ويشاركنا في حلقتنا ببرنامج صباحكم نور. فبنتمنى لك الشفاء يا أبونا وألف سلامة عليك، وإذا بتقدر إنك تحكي تواصل معنا على الهاتف إذا في مجال للمشاركة بالحديث. طبعا رح نفتقد الصلاة في البداية، لكن دائما معانتنا من عند ربنا في هذا النهار المبارك. بنترجى وبنطلب منه إنه يحقق لنا هالحلقة إنها اطلاق الصدى المرجو منه والمطلوب منه من الحلقة اللي تحت عنوان الطاعة بين طاعة الله وطاعة البشر. طبعا أنا برحب بكل الأشخاص الموجودين معي على المباشر واللي بيبعتوا برسائلهم وبيشاركونا بصباحاتهم المباركة وعم بيحضرونا على المباشر. شكرا لكم. راح أذكر بعض منهم، خاصة الطيور المغردة في هذا الصباح باكرا، ماجد البير وأمل السلمان صباحكم نور، و عنا الشحادة حنا حن ما عرفتش هاي. سلام المسيح معكم بالمحبة والسلام يا رب، شكرا لإلك. ماجد البير رأس الحكمة، مخافة الله طاعة الناس لا تخلو من معصية لأنها من أجل مصالح ونيل رضاهم، يكون في نعيم من حظي بطاعة الله ورضاه. شكرا يا ماجدة لها المشاركة. فعلا مثل ما قلتي أمل السلمان صباحكم نور، نعزي أنفسنا بانتقال الشماس بول جوري إلى أحضان الأب السماوي ليكون مع الأبرار والقديسين. نعم هذا كنا رح نذكره الآن في هذا الصباح، نتمنى له الرحمة. سوسن حداد وكريمة خوري شكرا لكم بالمتابعة. أسمان حداد وفرحان حداد ودعاء نصروين زيادات وفيروز الراشد من الأراضي المقدسة صباحكم نور وأهلا وسهلا فيكم بحلقتنا اليوم. سناء حدادين وفادي هلسة وأيضا فيروز الراشد صباح النور وألف سلام عبونا، ربنا يحمي ويحميكي دكتورة، ربنا يعطينا أن نطيع. إيفون حتر مفادي صباحك نور يا إيفون، واليونيت أبو جابر أيضا صباحك نور، وروبا السمعان استيبان صباحك نور ومحبة وتسامح. بنتمنى أنك تشاركينا يا روبا باتصال معنا لأنك تشاركينا في مداخلة والتعليق على موضوع الطاعة. ونحن خارج البرنامج تحدثنا عن هذا الموضوع مسبقا عن طاعة الله وطاعة الناس. فيا رب السمعان وأنت طبعا من المغتربات اللي بتيجي كل سنة على الأردن لزيارة الأهل والمشاركة في مناسباتهم السعيدة، فشكرا لك ولمشاركتك ومتابعتك معنا، وإن شاء الله بنتمنى لك كل خير في رسالتك وعملك في دولة الاغتراب أمريكا. طبعا طبعا الجميع الموجودين معنا على البث المباشر بالأردن ولبنان بنتمنى لكم السلامة والمحبة. وبنبدأ ببرامجنا استعراض خلال هذا الأسبوع من برامج ومناسبات وأنشطة. يعني أنا مش كل إشي رح أستعرضه، لكن بحب اللي عنا ملاحظات عليه منحب إنه نثيره. يعني إذا في مجال حدا يضلوا يتابع ومثلا إنه
فاتوا شيء من هالنشاطات ما قدر يحضر أو ما قدر يشوفه خلال نشرة الأخبار أو خلال متابعة على صفحة الفيسبوك، فإحنا بنذكر بهاي المواضيع وبنذكر بهذه النشاطات. طبعا للأسف سمعنا خبر قبل ساعة عن وفاة انتقال الشماس بول جوري لأحضان الرب السماوي، وهو شماس يخدم في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في أم السماء في الأردن. طبعا الله يرحمه، للشماس كان إنسان رائع متواضع القلب، كان إنسان كتير كبير بأعماله ومحبته واللي بيعرفها الجميع، فالله يرحمه ويصبر عيلته وعائلته وأهله، والرب أعطى والرب أخذ، فليكن دائما اسم الرب مباركا. بالنسبة لأخبارنا الأخرى، طبعا في على موقعنا نورسات جوردن، نورسات جو www.nursatjo.org، أخبارنا على الموقع الإخباري طبعا، وأخبارنا أيضا على صفحتنا على فيسبوك. فأيضا في عنا رعية الروم الكاثوليك في الفحيص أقامت نشاطات للأطفال العراقيين وأطفال الرعية. طبعا مثل ما بتعرفوا في عنا هون بالأردن بقيت أفراد وعائلات عراقية عايشة في الأردن، والكنيسة أيضا تهتم بهذه الأطفال، بتعلمهم بالمدارس بالتعليم المسيحي، وأيضا هن مندمجين في المجتمع الأردني. طبعا منذ طبعا الجائحة اللي تعرضوا إلها قبل تقريبا 10 سنين صار أكثر. فأبونا بولس حداد يعطيك العافية القائم والمشرف على هذه النشاطات. كانت هناك مسرحية للمسرح الكاثوليكي مبروك ما أجاكم، كان عنوان هذه المسرحية، وكانت المسرحية تستعرض قصة شاب تعرضت عائلته لحادث سير على طريق صحراوي، وهذا الشاب كان يعيش حياة الإدمان وال يعني وماشي المسار الخاطئ في حياته نتيجة تعرضه لهذه المصيبة، فضميره صحى لكي أنه يرجع يستذكر ما أرادت عائلته منه عندما خلق، وأنه لما انولد وقالوا له الأهل مبروك ما إجاكم، يتربى بعزكم إن شاء الله تشوفوه ناجح وكبير. فهذه الأمنيات اللي كانت تتلى وهو طفل، فأين هي؟ مظبوط العائلة راحت في الحادث وهذا قضاء الله، لكن الشاب اللي كان عايش بنوع من الإهمال ونوع من لم يفصح أو لم يؤمن أو ما بده يصدق المصيبة اللي حصلته، فكان عايش بالخيال الغير موجود بوجود العائلة. فكانت جدا رائعة، مونودراما كانت جدا رائعة، يعني أنا بحيي المخرج لهذا العمل الأستاذ خلدون هلسي، وأيضا بحيي جميع الممثلين والقائمين على العمل، هشام السويدان أيضا يعطي العافية. فإن شاء الله سنعرض هذه المسرحية على صفحتنا على نورسات وسوف تشاهدونا. كنا نتمنى الجميع يحضروا المسرحية، كانت نهار الجمعة الماضي الساعة 7 المساء على مسرح ترسنطة، مدرسة ترسنطة، فكان الحضور يعني ضعيف ممكن بسبب طبعا يوم جمعة بيكون مناسبات وأعراس ومناسبات مفرحة إن شاء الله عند الجميع، فما قدروا ممكن يجوا، لكن مسرحية نخرج إنه الإنسان يحضرها ويشوف هالشباب القائم على المسرح الكاثوليكي إيش في عندهم إمكانيات وعندهم عطاء. حتى كانت في هناك ممثلة قديرة يعني قمر الصفدي أشادت في العمل وقالت إنه هذا العمل يصلح لأن يكون ويشارك في مهرجانات، يعني إحنا شاكرين إلها حضورها للست قمر الصفدي، وجميع الأباء الكهنة اللي كانوا حاضرين يعني مشكورين للحضورهم ودعمهم لهذول الشباب.
فاحنا بنتمنى لهالشباب هذول بمسرح الكاثوليكي الدوام التقدم، واحنا طبعا معاهم والنورسات معاهم والجميع الكهنه اللي كانوا موجودين ايضا دعموا العمل واشادوا فيه وايضا دعموا عطائهم والاستمرار في هذا العمل، فبنطلب منهم انهم يستمروا في عطائهم وتميزهم في المزيد من المسرحيات والابداعات. ايضا هناك خدمات صلاه مختلفه في كنائسنا موجوده ايضا على صفحتنا من نشره الاخبار، وايضا هناك نشاط لجميع الشبيبات بدوري المعمدان السنوي لعام 2022 لجميع شبيبات المملكه، كان ايضا يوم الجمعه الماضي بالتعاون مع الجامعه الامريكيه في مادبه، فكان يوم نشاط لجميع الشبيبات يعطيهم العافيه. وأيضا كانت هناك ملتقيات ثقافية وأيضا أخبار مختلفة. نرجع لموضوعنا لهذا الصباح، طبعا رح يكون في هناك اتصالات من علمانيين واللي بحب يشارك، وأيضا هناك اتصال رح يتم مع أبونا بولس مرديني من كنيسة من الروم الكاثوليك في لبنان، فلتجهيز الاتصال وأيضا اتصال علمانيين أيضا للحديث عن موضوع الطاعة. طبعا جاء موضوع الطاعة لهذا الصباح مثل ما حكينا في حلقتنا السابقة قبل أسبوعين عن موضوع كيف نعيش السلام في قلبنا، وحكينا من أهم البنود أو المحاور لنعيش السلام هو الإيمان بالله يسوع المسيح وبتعاليمه ووصاياه، وأيضا بسر الاعتراف والتوبة. وسر الاعتراف والتوبة طبعا مربوط في المحور الثالث وهو عنوان حلقتنا اللي هي الطاعة، الطاعة وصايا الرب، طاعة في خدمة الرب وفيما أوصانا به. في اتصال الشباب خبروني يا هلا فبدناش نتأخر عليه، فمعي الدكتور جلال فخوري. صباح الخير. صباح النور، يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور، صباحك نور، وشكرا للاتصال يعني وانت متصلين باكرا. انا ممنون مشاركتك من ثمنها، والحديث معك نثمنه، وانت الكاتب والمحلل والروحاني ايضا في كتابك. انا ممنونك دكتورة باسمة لطرح هذا الموضوع لاهميته. شكرا لك دكتور. ممنون. شكرا لك. ماذا تضيف لنا عن موضوع الطاعة؟ خليني بين طاعة لو الله وطاعة الناس. لو سمحتي أبين أنا مفهوم الطاعة في الدين المسيحي. أتفضل. الطاعة لها مفهومين من وجهة نظري، لها مفهومين، مفهوم روحي أخلاقي مسيحي سماوي يعني، ومفهوم قسري عنفي. احنا بدناش نتكلم عن، انا ما بدي اتكلم عن المفهوم الروحي لانه بترك للكهنة انهم يوضحوا المفهوم، لانه السيد المسيح اطاع حتى الموت، والسيد العذراء اطاعت الملاك يعني ملك الرب لما بشرها في سيد المسيح. ما بدي أتكلم في الناحية الروحية، بدي أتكلم في الجانب المدني لمفهوم الطاعة. الطاعة عندما تكون قسرية، عنفية، تحمل في طياتها الظلم أحيانا أو القهر. أحيانا، فمثلا يعني الطاعة عندما تكون قسرية يجبر الإنسان عليها إجبار وهو كاره. وقد يلبي هذا الطلب وقد لا يلبي نظرا لأنه كاره لهذا الموضوع. موضوع الطاعة القسرية، إحنا بنفضل دائما الطاعة الطوعية وليست القسرية. ففي للأسف انقطع الاتصال دكتور، إذا بترجع ترجعوا على الاتصال مرة تانية شباب.
طبعا الدكتور جلال فاخوري هو يتكلم عن طاعة العالم أو الطاعة بعيدا عن الطاعة الروحية، فكيف نطيع أيضا الطاعة بالشكل المدني والمحلي. أحيانا نتعرض أن نطيع ونحن كارهين، أو نطيع ونحن مرغمين على الطاعة وغير مقتنعين. لكن الحديث عن موضوع الطاعة طبعا هو موضوع كبير ومشتت، وممكن أنه يدخل فيه اعتبارات مختلفة. لكن نحن مثل ما خبرتكم في البداية، لما تحدثنا عن كيف نعيش السلام في حياتنا، ولما حكينا عن السلام الداخلي أعيشه بعيدا عن مغريات الحياة وبعيدا عن التحديات اللي منعيشها الحياتية. نحن ما بدنا نفصل حالنا عن الدنيا ونقول إنه شو بدي بالدنيا وما يجري حولنا، لكن نحن مرتبطين فيه. بس أحيانا منكون غايصين بمشاكل الدنيا ومجريات الدنيا وأحداث الدنيا ومشتهيات الدنيا ومغريات والعالم الافتراضي اللي أحيانا منعيش فيه، من عالم التكنولوجيا وعالم الإنترنت والعولمة. نبتعد عن الحياة الروحية الداخلي. فبالرغم من كل هذا العالم الافتراضي والعالم المادي اللي منعيش فيه، منحس في نقص، هناك شيء ينقصنا في حياتنا الداخلية. هذا الجزء اللي بنتكلم عنه في حلقتنا. رجعنا للاتصال. ألو، بدي أرجع أكمل مفهومي أنا عن الطاعة. منك دكتور، انقطع الاتصال، تفضل كمل. مفهوم الطاعة القشرية هو جانب كرهي في الإنسان، قد يطيع الإنسان أو لا يطيعه نظرا للكراهية اللي تحملها، اللي بيحملها الجانب القشري. الجانب الإلهي الأخلاقي الروحي أنا ما بدي أتكلم فيه. نعم، فخليني في الجانب المدني. نعم، الجانب المدني الطاعة قد تكون واجبة وقد لا تكون واجبة، قد نعم. تكون كرهية وقد لا تكون الكرهية. فالجانبين، في جانب طوعي وجانب قسري. أنا بتكلم عن الجانب القسري المدني في موضوع الطاعة، نعم. مش في الجانب الروحي. نعم، قضية الطاعة قلت لك إنه قد يجاب عليها إيجابا وقد يجاب عليها قسرا سلبا. يعني الإنسان يعمل العمل وهو كاره له، وقد يجيب أو لا يجيب. نعم، قد يرفض أو يجيب. نعم نعم، يعني لأن هناك في أوامر في موضوع الطاعة القسرية. نعم، في أوامر إما أن تكون ذاتية من نفس الإنسان نفسه، وقد تكون خارجة عنه وتأتي من الخارج، يعني تمارس عليه قسرا. نعم، ولذلك انا حبيت انوه على موضوع الطاعه لها مفهومين. نعم، المفهوم الروحي، احنا ما يهمنا في الموضوع هو الجانب الروحي للطاعه، اي الجانب الاخلاقي الذي يتجاوب مع تعاليم المسيح. نعم، ويكون إيجابي في الجانب المسيحي من الطاعة. نعم، يعني قد مثلا يكلف أحد الكهنة في عمل معين أو انتقال معين أو كذا، هذا يجب أن يجاب عليه إيجابا، لأنه بيكون في أوامر كنسية، والأوامر الكنسية عادة يعني مستوحاة من التعاليم الإلهية. نعم، في حين ان الجانب القسري يكون مستوحى من الجانب الكرهي في الانسان، وهي احد اليات علم النفس. الجانب الكرهي في الانسان هي احد اليات علم النفس في الدفاع عن النفس. نعم، ولذلك انا حبيت الحقيقة اشرح الموضوع في الجانب القسري حتى يفهم الناس انه مش كل طاعة يعني يجب ان يطاع، يعني مش كل أمر يجب أن يطاع. نعم نعم، لأنه قد يجاب عليها إيجابا وقد يجاب عليها سلبا.
طبعا فأنا أنا دكتور، يعني بتكلم احنا لما بنقول عن الجانب القسري. نعم، لما بنقول عن الطاعة بأمور تخالف تعاليم الدين، فحتى لو كان من الرؤساء أو من حتى من الكبار والمسؤولين، فنحن طبعا لازم لا نطيع، يعني حتى لو مطلوب منا إطاعة مثلا هي الرؤساء الطاعة أو أولياء مستوحاة من هي الأمور، لكن إذا في شيء بيخالف التعاليم اللي احنا اقتبسناها من ايماننا المعطى إلنا، فطبعا احنا هون عندنا بنحكم عقلنا وضميرنا. مش مفهوم الطاعة انه الغاء العقل والفكر. لا بالتأكيد بالتأكيد، ولكن غالبا ما يكون الطاعة في الكنيسة مستوحى من تعاليم المسيح، غالبا ما يكون هيك. نعم، صحيح انه قد يجاب عليها ايجابا او سلبا، نعم، يعني قد تكون عقلية او غير عقلية، ولكن يجب ان يطاع عليها، لان هناك تعليمات في الكنيسة نعم، ما بيقدروش يتجاوزوها، نعم، في حين ان الطاعة القسرية هي طاعة كرهية، نعم، اي انه انا حسب رغبتي بدي اجاوب او ما بدي اجاوب، بدي اجاوب سلبي او بدي اجاوب ايجابي، بدي اعمل هذا العمل او لا اعمله. نعم، نعم، وهي آلية علم النفس في الدفاع عن شخصية الانسان. نعم، فعلا، هاي انا حبيت اوضح هاي النقطة نعم، حتى يفهموا الناس الطاعة بشكل جيد، يعني طبعا مش أي هناك طاعة، مش أي طاعة، نعم، يعني مش الطاعة العمياء، يعني نعم، طبعا في الطاعة اللي هناك فيها العقل كهنة يعني. من اللي بيحضرونا واللي بيشاهدونا، في إذا عندهم أي تعليق على اللي ما تكلمت به دكتور، فنحن طبعا رح يكون البث مفتوح لمزيد من الاتصالات للإجابة عن الأسئلة اللي بتكون من العلمانيين اللي بيحضرونا. فشكرا لك يا دكتور على هالإضافة وعلى ممنونك ممنونك هالمداخلة. كثير، ممنونك الله ممنونك، شكرا يسعدك يا رب. شكرا، مع السلامة. تسلم يا رب، شكرا. فطبعا مثل ما حكيت قبل ما اتصال تاني مع ابونا بولس مرديني، شباب قبل التحضير نرجع بنحكي الاتصالات او اللي الاشخاص اللي عم بيتركوا تعليقاتهم واضافاتهم على هذا الموضوع. فمنقول لعايدة حتر صباحك نور، اخت عايدة وليد الخوري، وأيضا ماجدة شفيق عياش، وفادي السلطي، وردينا حواتمة، وعيد دبابنة صباحكم نور، نادي حنا حداد صباحك نور، ونهيل خوري صباحكم مبارك، واليوني صباحك مبارك عزيزتي. وأيضا هناك في عنا عزيز البار وميرندا رملاوي، ووفاء نحاس صباحك نور، وأنجلينا موشي، وفيكتوريا تومجان، ويوسف ميمون، وكمال كامل صباح الخير والبركة، سلوى الفضول، وأيضا مها عياش فرحات، ونبيل السبانخ، وناجي الصوايا، وعيسى أبو تيم. عنوان مميز للحلقة ويجب على الجميع فهمه. بالنسبة لموضوع الطاعة، طبعا نحن بنستقبل تعليقاتكم، وأنا راح أتابع التعليقات، إذا في حدا بيقدر يحكي مداخلة أو يبعث مداخلة لقراءتها. موضوع الطاعة بين طاعة الله وطاعة البشر. معنا الأب بولس مرديني. صباح النور دكتورة باسمة، كيف وربنا حالك؟ يباركك. نشكر الرب وربنا يباركك ويبارك القناة ويبارك كل المشاهدين وكل اللي عم توصل لهم من خلال هالبرنامج ومن خلالك كلمة الرب والتوعية الروحية والكل شيء بيفيد بنموه. طبعا أبونا أنت مش غريب على النورسات، وأنت لك برامج عدة والكل بيحضرك وبيعرفك ودائما متابعينك كثر، فنحن بنتشرف اليوم بوجودك معنا في حلقتنا ببرنامج صباحكم نور. نحن في برنامجنا خليني هذا نتناول بعض طبعا الأخبار المحلية وأيضا نعم. اللي بتخص الأردن، ولكن ندخل في الروحانيات أحيانا للحديث عنها، خاصة بعض المفاهيم بتكون غايبة ومغيبة على الناس.
كنا نحكي كيف نعيش السلام، السلام الحقيقي، سلام القلب، وربطنا السلام بموضوع الإيمان، وكان هذا أول محور، والمحور الثاني كان بسر التوبة والاعتراف، والمحور الثالث موضوع الطاعة، فبين طاعة الناس وطاعة الله. فأبونا بولس مرديني ماذا يقول؟ أول شيء دكتورة باسم، إذا بتسمحي لي ابتدي بصلاة صغيرة مثل ما تعودت. أكيد. بطلب فيها روح الرب علينا كلنا سوا، كل المشاهدين، لحتى يكون فعلا هالكلمة اللي عم بقولها اليوم ما أنا اجتهاد شخصي قد ما هي عمل الروح القدس فينا، وهو اللي عم نعيش معه الخبرة مثل ما قال الرب يسوع المسيح، بيبقى معنا كمعزي، وهو اللي بيفهمنا كلمة الرب، وهو اللي بيعطينا القوة لعيشها، وهو اللي بيعطينا الثمار اللي بتبين صدى عيشنا لكلمة الرب. خلينا نبتدي بصلاة صغيرة وبدخل معك بالموضوع. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ربي وإلهي يسوع المسيح، بهاليوم وبكل يوم من حياتنا منقل لك مع تلميذين عماوس، امكث معنا يا رب، بدونك مال النهار. اليوم مثل بطرس منصرخ لك لوين بدنا نروح يا رب، وعندك وحدك كلام الحياة الأبدية، ومنصرخ لك بكل إيمان مع أعمى أريحة يا ابن داود ارحمني. شرف لنا يا رب اختار النصيب الصالح إنه نقعد عند أقدامك ونسمع كلامك رغم عجقة وهموم الحياة. اليوم يا رب بدنا نقلك بكل إيمان ومحبة يا رب، خليك بحياتنا، خليك المخلص اللي ما في غيرك خلاص، لأنه نؤمن بأنك وحدك الطريق والحق والحياة. بارك يا رب كل اللي رح يتبعوا هالوقت، كل كلمة رح تنقال عن مجدك بهالقناة وبكل مكان بيشهد لحضورك، ولكل إنسان بيقدر يكون نور من نورك ويكون يا رب عم بيشهد بأنه عملك مستمر حتى انقضاء الظهر. بارك يا رب هالوقت واعطينا كلمة من روحك، ساعدنا لنشهد لمجدك. آمين. آمين يا رب. بشكرك يا أبونا على هالصلاة الجميلة اللي هيك بتعطينا الشعور بالارتياح والطمأنينة إن الدنيا حلوة وبخير ما دمنا ماشيين على هدى الرب ودائما نطلب معونته. فصباحك دائما جميل وصباحك نور يا أبونا، وشكرا لك لمشاركتك الصلاة مع المشاهدين في على عبر صفحتنا نورسات. خلينا ياكي أنا رح أجاوب على سؤالك أول شيء بشغلتين. نعم. في شغلتين لازم نتعودهم بالحياة وهن أسلوب حياة. نعم. يا بيبين مسيحيتنا والتزامنا بتعليم الرب يسوع المسيح، يا أما بيبين مسيرتنا للناس على حساب يسوع المسيح. نعم. شيء منقوله باللغة الدارجة، في شيء اسمه العيش المشترك وفي التعايش. نعم. والفرق كتير كبير. بالعيش المشترك منعيش مسيحيتنا، بالتعايش منعيش النفاق ومنعيش إذا بدك الرئاء. ويسوع كان واضح بهالمواقف لأنه هو المثل اللي قلنا، قلنا ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. نعم. وما زاد على ذلك فهو من الشرير. عنا الرسل قبل العنصرة وما بعد العنصرة بيبينوا هالموقفين. قبل العنصرة منشوف موقف الرسل المترجح بين يمشي وراء المسيح وبين مطامحهم الشخصية من المسيرة مع المسيح وشو ناطرين. نعم. وبطرس وضح عن هالشي بكل وضوح وقال له تركنا كل شيء واتبعناك. شو بيطلع لنا؟ منشوف يعقوب ويوحنا اللي عم بيطلبوا يقعدوا على يمين الرب وعن شماله. منشوف الرسل عم بيتخانقوا مين الأهم بيناتهم. لكن منشوف بعد العنصرة تغير هالموقف. بطرس اللي كان خايف من جاريه ونكر معلمه اللي نبهه بأنه رح ينكروا قبل صياح الديك 3 مرات، منشوف بطرس بعد العنصرة لما نزل الروح القدس بقوة شو كان كلامه قدام أعلى مرجع في السنهدرين، قال لهم إن الله أولى بالطاعة من الناس. وهذا المبدأ لا فضة عندي ولا ذهب، يسوع عندي، واللي عنده يسوع ما بقدر بيقدر يطيع إلا ضميره المبني على تعليم يسوع. ومن هون منشوف يسوع المسيح بحياته ما سير قيافة ورؤساء الكهنة حتى ما يموت، ما سير هيرودس بأعجوبة حتى ما يحكم عليه، ما رد على بيلاطس بأسئلة
قال له ما ترى كل هالتهم ما تجيب بشيء، ورغم هالشيء المسيح بقي صامت. رغم هالشيء المسيح ورجانا انه الانسان اهم من الشريعه، لهيك ما كان عنده مشكله يعمل عجائب يوم السبت، ووبخ اللي تمسكوا بالسبت على حساب الانسان لما شفى المراه الحدبه وقال لهم جعل السبت للانسان للسبت، وجبل الطين وفرك عينين الاعمى وقال روح واغتسل. نفس الشيء مع المخلع بالبركه، ورجانا انه هو ما بطلب مجد الناس بل بطلب مجد الاب الذي ارسله، وقالنا طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني. هذا اللي علمنا يا يسوع المسيح بالانجيل، وعلمنا يسوع المسيح انه صار طائعا من دخوله للعالم بالجسد حتى خروجه. قال لذلك يقول الكتاب عن الابن عندما جئه الى العالم ذبيحه ومحرقه لم تشا لكنك اعددت لي جسدا، فقلت ها انا زائت يا الله لاعمل لا مشيئتي بل مشيئتك. وعنا صلاه بستان الزيتون لتكن مشيئتي بل مشيئتك، وعنا نفس الشيء اخر كلمه قال على الصليب لقد تم كل شيء. كل هالامور المسيح برهن فيها لطاعته لله الاب، قد عملت كل حين ما يرضيك، عمله بمحبه مش بكراه ولا بفرض. لهيك يسوع كان صاحب موقف، قلت لا اشهد للحق ومن كان من الحق يسمع صوتي. بينما نحن، وهون المشكله، نحن ما منطيع الله ولا منطيع الروح، نحن عبيد للحرب مثل الكاهن الفريسي ومثل الفريسيه اللي كانوا. الفريسي الكاهن بمثل السامري كان طاعته للشريعه هم من طاعته لله، اللي قال له احب قريبك كنفسك، كان خايف اذا قرب من الجريح يتنجس ما يصلي. نفس الشيء اللاوي اللي طلع الكاهن ما طلع الجريح، لانه اذا الكاهن ما عمل انا بدي اعمل. بينما السامري كان شريعته هي الله، وقف وحمله ويسوع نعمله مثله. من هون نحن بنتعلم، نحن كبشر دائما مقياسنا لازم يكون الرب مش كلام الناس وشو بيقولوا الناس. لو كنت ارضي الناس بقول مربولوس ما كنت عبدا للمسيح، لكن مشكلتنا احنا بدنا نتعايش اجر بالبور اجر بالفلاحه. والمسيح وبخنا على هالمواقف، ليس من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، ما بيرضي الله اذا ما بيعمل مشيئته. وقالنا بالرؤيا قال للقديس مش لشخص عادي ليتك كنت حارا او باردا، لكن بما انك فاتر او شكت ان اتقيأك من فمي. هيدي اللي لازم نحن نفهمها ولازم نحن نعيشها، انه نحن مع المسيح ما في مجال لنوقف بين البنين، يا ابيض يا اسود، يا نعم يا لا، ما زاد على ذلك فهو مش. بينما مع الناس بسياسه التعايش بدنا ندبر حالنا. هلا الله اعلاته كبار والله قلبه كبير والله رحيم، بيطول باله اذا اخذنا موقف، مع انه ما اعرف انا من جوا انه هذا الموقف غلط. اليوم بدي ساير فلان، هيدا زعيم، هيدا سياسي، بدي اطيعه حتى لو بكتب كلام الانجيل لانه هيدا الزلمه مهم. هيدا بدي اعمل شو؟ بعطي مثال بسيط، اذا عم نعمر كنيسه واي مشروع، يسوع واضح ان فعلت صدقه فلا تدع يمينك تعرف ما فعلت شمالك كي تعلى كلمه الله. بينما هذاك بده دعايه، بدي احط له واجهه بالكنيسه وبدي بخره وكل ما اجى بدي اعمل له تبجيل ومدح. كل هالامور لازم نفهمها، انه نحن كمسيحيه ما بنقدر نكون بين الاثنين، يا مع المسيح يا علي، يا منعيش مع الله وبنشهد لله. انا ما بستحب مسيحيتي اذا موجود بعالم اسلامي مثلا، لانه انا مع بين المسلم لما انا بقول له انا بامن يسوع الله وبحترمه اذا ما بامن بيسوع الله. بينما بالتعايش بقبل نزل كرامه المسيح وطيع الناس حتى ما اعمل مشكله لاستمر بعملي او بوظيفتي او بغيره. نعم. ان شاء الله اكون وصلت لك جواب. نعم فعلا ابونا، في كثير نحن منساير على حساب ايماننا، منساير على حساب مفاهيمنا وتعاليمنا اللي اخذناها من السيد المسيح او من الانجيل، وهي المسايره اللي بتعرضنا للمخاطره في ايماننا وبتعرض حياتنا ايضا لانه ما نعيش السلام اللي حكينا عنه، انه السلام الداخلي. ليش؟ لانه بيتعارض وبيتناقض مع مفاهيمنا، فلما منعيش هذا التناقض او مثل ما انت خبرتنا بمفهوم التعايش، نتعايش مع شيء غلط او مش مثلنا او مش بمفهومنا او بناقضنا. بس ابونا،
كيف إذا أنا بدي أتبع الطاعة وطاعة الله طبعاً وطاعة الرؤساء مثلاً، أنتم والكهنة كمان عندكم حكم بكهنوتكم حكم الطاعة أو هبة الطاعة أو بسموها، فكيف الكهنة أحياناً بيتعرضوا كمان فيها التناقض أو التعايش هذا بين مفهومين؟ طبيعي. أول شغلة، نحن الكهنة ما مندر دكتورة ندر الطاعة، لأنه ندر الطاعة هذا خاص بالرهبان. نعم. نحن مش رهبان. لهيك شوفي كهنة رعاية مجوزين، نحن مش رهبان. نعم. لهيك نحن ما مندر ندر الطاعة، بس ضمنيا نحن نعيش كل التزامات الإنجيل اللي بطلب الرب يسوع. ثاني شيء، أنا طاعتي للإسقف مصدر الإنجيل، مش فوق الإنجيل أو برات الإنجيل. نعم. يعني ما بيقدر يوم اللي عم تكفي لي روح عمل جريمة مثلا، أنا بأمرك فلان زعجني وقتله. نعم. لأنه هي بتتنافى مع الوصية الإلهية اللي بتقول لا تقتل. نعم. بس أنا مضطر أطيعه لما بيقول لي بدك تصلي هالصلاة بهالوقت، أو بدك شو عرفني تحطك بهالرعية أو بهالرعية، أنا ملزم أطيعه. نعم. لأنه الطاعة ما بتتنافى مع الإنجيل. نعم. ما بدي بقول له أنت أخدم مثلا، أنا كفولي رعية غنية ما بخدم رعية فقيرة مثلا. نعم. لأنه كلهم أنا نفوس بالنسبة لي الله مات عنه. نعم. هون الطاعة، بس الطاعة لما بتتخطى الإنجيل أكيد ما بتعود طاعة، لأنه أنا ماني بمؤسسة موظف ملتزم. نعم. بقانون عمل. نعم. أنا إنسان أنتمي للإنجيل، واحترام الإنجيل هو بخليني أحترم الإسقف. نعم. لأنه الرب أقامه. أبونا بتقدر مثلا تحكي لنا كيف أطيع؟ طيب أنا يعني إذا أنا بدي أطيع وأطيع. نعم. أوكي تعليم السيد مسيح، لكن كيف أطيع؟ يعني هل أحيانا أطيع وأنا مكره على الطاعة، فكيف أطيع وربنا يبارك هذه الطاعة اللي أنا عم بقدمها؟ لما بكون مكره يعني ما في حب. نعم. أنا لما بكون عم بشتغل عند شخص ملزم فيه لأنه مضطر أخذ منه معاش. نعم. أو لأنه بيقدر يأذيني لأنه عنده نفوس، ما عاد في حب، انتفى الحب. نعم. لما بيكون في حب ما عاد في شيء اسمه إجباري، صرت أنا عم بختار. أنا يوم العذراء قالت للرب أنا أمة للرب، أعطته حياتها كلها، ما أعطته 9 أشهر بس تحمله بأعشاء، أعطته حياتها كلها حتى النهاية. نعم. وأنا يوم اللي بقول له للرب أنا لألك، معناته أنا بعطي حياتي للخدمة. نعم. وما عندي مشكلة وين بخدم، بس أنا مصدر طاعتي هو الحب لله. نعم. هكذا أحبني الله، هكذا بذل الله الأب ابنه الوحيد، حب مش عطاء طاعة غصبا عنك بتنزل. شهوة اجتهد أن أكل هذا الفصح، حب. لما أرسل رب الكرم ابنه الوحيد ما أرسله بالجبر، أرسله لعلهم يهابون ابني، لأنه ابن بحب ولأنه جاي خلصهم مش جاي يهلكهم، إن اللي أسألهم مش هو اللي أسألهم. نعم. بقى أنا المصدر طاعتي هو حبي لله مش هو الأوانين. نعم. لأنه القانون بحياته ما يكون فوق الإنسان. بعطيكي مثال لو عمليا على الأرض، أنا إذا مسيحي ملتزم بإنجيلي أبقطع الطريق بالسيارة والإشارة خضراء، ومير أمرة خطيارة ما لحقت على الإشارة الخضراء وصلت الحمراء وبعد ما قطعت الطريق. نعم. قانونا السير لألي صح؟ نعم. لأنه هي صارت بتمشي على الأحمر وأنا اللي حق أمشي صح؟ نعم. أو غلط صح. بينما احتراما لإنسانيتي أنا بتخطى، لأنه لو وقفت بالوقت الضوء الأخضر لحتى هي تمره. نعم. الإنسانية والإنجيل بطلع فوق القانون، لهيك المسيحي الملتزم بالمسيح هو فوق القانون ومفهوم الطاعة بمعناه القانوني. نعم. والوضع البشري. نعم. لأنه محبته أكبر من القانون. ما في قانون بيجيب لي إذا أنت عندك مصاري روح طعمي، لكن يسوع بيقول لي إذا أنت بتاكل لوحدك في إنسان جوع أنت بتشبه الغني والعازر، إذا بتخزن وفي فقر أنت بتشبه الغني الجاهل، إذا ما بتحب خيك أكثر من مالك أنت شاب غني أحمق تركت الله مشان مصرياتك. أي ما بيجي قانون بيحاسبني عليا. نعم. لا، ولا قانون بيجيب لي أنت تطيعني وتروح توزع مصرياتك مثلا. نعم. جميل. جاوبتك؟ جميل. الطاعة في الحب، وأين الطاعة من التواضع أبونا؟ أحيانا إحنا نتكبر ومنكبر، ولما منشوف حالنا إنه فهمانين ونحن منعرف كل شيء بهالحياة وأنا بفهم وكذا، ولكن لما بيجي عند الطاعة فبحبش أكسر تواضعي، فهل مطيع عليه أن يكون أيضا متواضعا؟ بدي أسألك دكتورة سؤال، أنت عندك أولاد؟ نعم.
ما بتنحني لتربط شريط صباط ابنك او وكان طفل تغيري له حفاظه، هل هذا تواضع او حب؟ اكيد هذا حب اكثر من بينما انا اذا بشوفك بالولاء دكتوره وبتطلع على التي في قاعده عم بتغير حفاظ ولد او بتلبسه صور ميته، ما بشوفيها هيك انت، انا بشوفها تواضع، انت بشوفيها خدمه. نعم. المسيح بس غسل اجرين تلاميذه ما شاف تواضع مثل ما شافها، شاف حب، ليس من حب اعظم من ان يبذل الانسان نفسه فداء عن من يحب. نعم. لهيك تواضع بدون محبه هو تواضع فارغ. نعم. والمحبة اللي تنبع من القلب تصير كل الأعمال لها هي خدمة، والتواضع ما فيه خدمة هو تواضع ميت. تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب. القلب مصدر التواضع يعني الحب. نعم نعم فعلا أبونا. أبونا أنا بتحب أنت دائما بتحب يعني، وكمان أيضا حريص أنك دائما تتوجه في رسائلك للشباب. الأيامات هذه الشباب بنحسهم إنه في ضياع وغير عارفين طريقهم اللي ماشيين فيه، لأنه يعني بيدعوا إنهم بيعرفوا كل إشي وبيدعوا إنهم فاهمين الطريق، إذا الماشي تايه بالطريق بدوش يسأل حدا، يعني إنه بقولك أنا بدبر حالي أنا بمشي، وطبعا يتوه. كلمة من حضرتك أبونا لهالشباب هدول اللي ماشيين وعارفين إنه ما بيحتاجوا لحدا، حتى ما بيحتاجوا لربنا في انه يصيروا في حياتهم، شو بتخبرنا؟ اول شغله بتوجه رساله لهم. اوجه لك دكتوره اسمي ابونا بولس مش حضرتك. لانه انا بوعدك دكتوره جمع مرت الجاي اذا التقيت فيكم بجيب حضرتي يتحاور معي. نحن انا بالاردن انا بنقول دائما يعني احتراما لحضرتك. خليني اسالك ابونا، يا ابونا بيك وامك بتحبيهم او لا؟ اكيد. ما تقولي حضره بي وحضره حضره بي مدير الشغل، تقولي حضره المدير ويمكن لا مش اكيد لا. لا بقى انا بوعدك دكتوره مرت الثانيه رح اجيب حضرتي احاول. نتشرف فيك ابونا، اكيد معنا بالاستوديو كمان. يا ريت تكون حاضر معنا. خليني اياكي، خليني جاوبك على سؤالك. المشكله بيقول الكتاب المقدس قال الجاهل في قلبه ليس من إله. يوم اللي بننفي الله من حياتنا بنحس حالنا نحن صرنا مرجع ذاتنا، وهون بنصير مثل ما قال الرب يسوع المسيح أعمى يقود أعمى، بصير أنا أعمى وعم بقود الآخرين بعماية ثوبة حفرة واحدة بنقعد بنسقط فيها معا. اليوم مشكلة شبابنا ما عم بيقدروا يلتقوا بيسوع بالعمل، يمكن بيلتقوا فيه من خلال ضعفي أنا الكاهن، لهيك بياخذوا صورة مشوهة عن المسيح اللي هو أكمل مني، يمكن بيشوفوه من خلال الأشخاص اللي بيمثلوا يلي مهما كانوا كاملين ما وصلوا لكمال الرب يسوع. لهيك نحن بحاجة اليوم نكون صادقين مع ذاتنا، وهون التواضع اللي حكيت عنه، قل لهم أنا بنقلكم يسوع بس أنا ماني يسوع، أنا بدخل بيتك بنقلك بركة الله بس ماني الله، أنا بحكيك عن الله بس وعم بس أعيشه معك بس أنا مش عايشه بالمية مية مثل ما عاشه يسوع، وحده اللي بقدر أقول كل حين عملته ما يرضيك. أنا وأنت عم نسعى نحو القداسة، يمكن يكون عندك أسئلة أنا ما عندي أجوبة لها، بس أنا وأنت بدنا نكتشفها. هالأسئلة ما بلقي مرجعها بالكمبيوتر لأنه مش أسئلة عادية، ولا بلقي مرجعها بالإنترنت أو بالجوجل أو بأي مرجع أفتش فيه بحث، أنا بدي لقي مرجعها بيسوع المسيح اللي بيعرفك قبل ما تولد، واللي معك من لنهاية الزمان، واللي بوحده بحبك حب صادق وما بينطر منك البدل. كل هالأمور هيدنا نورجيها لشبيبتنا وصبايانا، وصدقيني شبيبتنا وصبايانا عم بيفتشوا بالعمق عن يسوع حتى لو تظاهروا بالعكس، بس يوم بتحكيهم بالعمق وبتكوني حدهم بتشوفي شو بيأثر فيهم هالشوق ليسوع لما بلاقوك انت مثلهم مش جاي من فوقهم، جاي مثلهم وعم تبحثي معهم، مش انت وصلتي لنهاية الطريق وتفضلوا الحقوني. ما حدا وصل لنهاية الطريق مع ربنا. لذا القديس بولس بكل عظمته بيقول أني أسعى لأدرك المسيح لأنه أدركني أولا. نعم. مين أنا ومين غيرنا قدام المسيح؟ ما في حدا وصل لكمال يسوع. حتى العذراء كلية القداسة قالت تفتخر روحي بالله مخلصي. كلنا بحاجة لخلاص يسوع. لهيك شبابنا اليوم ضايعين، ضايعين لأن صاروا شباب انترنت، صاروا شباب إذا بدك إعلانات، شباب دعاية، شباب ستار تبع اللي بيطلعوا هنجوم اللي بيطلعوا، هدول اللي شايفينهم كل شيء بحياتهم. وين القديسين بحياتنا اللي بيكونوا مثل لشبيبتنا؟ نحن بنستقدهم اليوم. نعم
نفتقد اليوم مش بكل صدق لناسي ورجوهم المسيح بصدق مت يحكوا لهم عنه يعيشوه. كثيرون يتكلمون عن الله بيقول احد القديسين، ولكن قليلون من يعيشون الله فعلا. وهون بدي خبرك خبريه، من كم يوم عيدنا لخوري ارث اللي هو شفيع كهنه الرعايا. نعم. خوري ارث ما كان خوري مثقف ولا كان خوري علامي، بس كان خوري قديس. لما بلش عمله صاروا الناس يشككوا في هذا ما بيفهم شيء، وسلموا رعية كله ما حدا بيآمن لا من الكبير ولا من الصغير. بكم سنة صار كبير وصغير ملتزم بالكنيسة، وصار يقضي وقت طويل بكرسي الاعتراف لو كان رجل صلاة. كان رجل فعلا يعكس المسيح. بيجي عنده أحد الملحدين اللي لا يؤمن بالله، قول أنا سمعت في إنسان عايش مع الله، بدي روح شوف هالإنسان شو بيعمل. راح لعنده، ما حكى الخوري أرسل لك كلمة، بس قعد معه كل النهار، شافوا كيف بيصلي، شافوا كيف بياكل، شافوا كيف بيعرف، شافوا كل الأمور. آخر نهار ما حكى الأخو القديس، شو قال هو؟ قال ذهبت لأجد إنسانا يحيى في الله، فوجدت الله يحيى في ذلك الإنسان. نحن وين اليوم؟ هذا اللي ناطينه شبيبتنا المثل. المثل اللي بياخذهم أبعد من الموت، اليوم الانتحارية اللي بروحوا بينتحروا، لأنه في مثل إلهم إذا انتحروا بنتيجة آل فلان وآل فلان رح يطلع لهم بالسماء حريات أو غيره. نحن ما رح نوعدهم بعود فارغة، نحن عم نعطيهم كلام صدق وحق. السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول. كلامي لا يزول. جاوبتك دكتورة؟ جاوبني يا أبونا. يعني اكرم عيونك. بشكرك لوقتك ولمحبتك ولا هالكلمات اللي بتعطينا هالحياة المنعشة. يعني أنا بعتبرها إنه هذا إنعاش لحياتنا اللي أحيانا بتخمد وبدها يعني تموت. الحياة الروحية نحكي عن الإنسان الداخل فينا، الشخص الداخل فينا أحيانا يتعرض لأزمات وخضات بيخمد وبده شوية شحن هيك، مثل هالموبايل اللي منحطه كل فترة وفترة بده شحن. فكلامك يعني أعطانا هالشحن هذا في قوة إيمانك ومحبتك يا أبونا لإلنا. أنا بشكرك كتير يعني على كلامك ولهذا الصباح، وإن شاء الله يا أبونا في زيارة قريبا لإلك للأردن. بتمنى إن شاء الله يخير، إذا كان أكيد في دعوة بيشرفني أكيد. بس حابب أقول لك إذا بتحبي دكتورة، أنا كل ثلاثة بطلع الساعة 3:15 بتوقيت لبنان على الفيسبوك تبعي بحلقات مباشرة. حلو. بمواضيع مباشرة مثل اليوم موضوعنا ما بين الله يسوع الإنسان ويسوع الإله ضاع المسيحية. حلو حلو الموضوع أيضا. حلو إن شاء الله أبونا من متابعينك نحن دائما، وطبعا متابعين أنت عندك رصيد كبير من المحبين على السوشيال ميديا وأيضا من بدايات على التلفزيون على نورسات، فإحنا دائما بنحب نكون دائما على تواصل معك. بشكرك وبشكر إدارة نورسات. نعم. وكل القيمين بالأردن أو بلبنان بيخلي لنا إياكم يا رب. شكرا لإلك وصباحك نور، وخلينا بصلاتك يا أبونا دائما. أنتوا دائما وأنتوا كمان تكرونا بصلاتكم. الله يخليك. صباح مبارك يا رب. صباح النور. شكرا إلك. شكرا. الله صباحك نور. شكرا. جميل ما تحدث فيه أبونا بولس مرديني، وهو أيضا كمان علامة في الحياة الروحية وأيضا يعيش الكلمة، وأيضا في كلامه بيعطي دفع روحي رائع من خلال الأمثلة اللي بيعطيها ومن خلال الروحانيات اللي بيشرحها. فجميل ما تكلم به عن موضوع الطاعة، إنه كيف أطيع، علي أن أحب، يعني الحب مربوط بالطاعة. فهون إذا بتلاحظوا بأي موضوع روحي نحن بنتكلم فيه بنرجع ومنصب النبع اللي هو الحب، الحب الإلهي. لما منحب نطيع، لما منحب منتواضع، لما منحب منعرف بعطائنا الأمانة. يعني أيضا الطاعة بأمانة، يعني مش منعمل مثل الولد اللي طلب منه أبوه شغلة وقال له حاضر يا بابا وما عملهاش، والولد الثاني اللي قاعد يجادل وبعدين عمل. فمين أحق يعني في الفضيلة بيكون؟ هل اللي أطاع بالكلمة أم بالقلب أو بالفعل؟ فهون لازم لنا إنه نحن ننتبه على موضوع كيف نطيع. نطيع بالحب،
بالتواضع وأيضا العمل بأمانة وأيضا كمان الطاعة بالالتزام. التزامنا مثل ما قصده ربنا، مثل ما قال بولس الرسول، لا بخدمة العين كما يرضي الناس، بل بخدمة القلب كما يرضي الله. فحتى لو أنه الإنسان مش شايفك بعينه، لكن ربنا شايفك. وأيضا الرجاء، الطاعة بالرجاء لإنسان مطيع بيكون عنده، بيقدم الخدمة وبيترك عمل ربنا فيه. يعني لما يقول لي تكن مشيئتك لا مشيئتي يا رب، وربنا طبعا ما بيكسفه وأيضا بيعطيه نعم كثيرة. فيكون عندك الرجاء بالطاعة، مش تطيع وأنت يأسان، ما في رجاء من هذا العمل اللي بقوم فيه، يعني ما فيه خير، برح أعمل هذا الشيء بس ما في خير. لا، رح يجي الخير لأنه ربنا اللي شايفك وهو اللي عارفك. فيكون عندك لما بتعمل الخير أو بتعمل شيء تطيع شيء عمل، لازم يكون في عندك رجاء أنه رح هذا العمل إذا كان بنعمة ربنا أنه رح يحقق لك الرجاء منه. فطريق الطاعة طريق ضيق، مش طريق سهل، بس لكنه هذا هو الطريق لأنك تدخل ملكوت السماء. فأنا حبيت أنه أفسر بعض الأمور على موضوع كيف نطيع، وموضوع أنه مثل ما التعليقات اللي عم تجينا على صفحتنا الفيسبوك، ناس بتسأل بتقول من أطيع؟ فمن أطيع هذه يعني كلمة كبيرة. طبعا إحنا لما منقول عن الطاعة ونربطها في موضوع إيماننا بالإيمان بالسيد المسيح وبوصاياه، نطيع الله أولا، طبعا هو الذي نطيعه، ونطيع وصاياه، نطيع الكنيسة، تعاليم الكنيسة ورجال الله اللي هن كهنة الكنيسة. لما مثلا بسر الاعتراف وحكيناها انك تعيش السلام، لازم عليك الايمان ومن ثم التوبة والاعتراف. لما بتكون على كرسي الاعتراف والكاهن بيعطيك مثلا من اجل التوبة تقوم تحضر قداس او تعمل خدمة او مثلا تقوم بصلاة وقراءة من الكتاب المقدس، فهذه اعمال اعطاك اياها الكاهن لكي انك تعيش التوبة او تاخذ سر الاعتراف ونعمة هذا السر. لما ما اطيع هون يعني سر الاعتراف بيكون ناقص، والتوبة اللي بتاخدها بتكون ناقصة إذا أنت ما أطعت الكاهن في اللي أعطاك إياه من وصايا. فكتير أحيانا منكون مثلا وياما ناس، ومن الشباب لما بنحكي عن الشباب بيكونوا ضجرانين، بيكونوا مالين من الحياة، فيش إشي سعيد بحياتهم. بتلاقيهم كل شيء قدامهم، الريموت كنترول على التلفزيون قدامهم، الأكل الشرب كل شيء موجود قدامهم، بياكل شغلة مش عم بيشبع، بيشرب مش عم يرتوي، عم بيحضر تلفزيون مش عم بتسلى. بتلاقي طلع يتمشى ورجع ضجران أكثر من الأول، بيشوف ناس مش حابب يشوفهم وبتلاقي مفرفطة روحه. كثير من أحيانا منعيش هذه الفرفطة، منقول روحي مفرفطة، بيكون الينبوع الحياة موجود قدامه. يعني لو فكر بيكون مقضي شي 10 ساعات وبرجع مش مرتوي وينبوع الحياة موجود أمامه. لو بيجرب مثلا يفتح الإنجيل ويقرأ من هالكتاب المقدس ويصلي ساعة زمان، كيف رح يشعر بالفرق؟ جربوها واعملوها. لما بتحسوا حالكم هيك روحكم فرفطة مش عارفين شو مالكم، افتح الإنجيل واقرأ من المزامير، اقرأ من الكتاب من الأمثال، اقرأ من العهد القديم، اقرأ من العهد الجديد، حاول تقرأ. افتح الكتاب على أي صفحة ربنا بيلهمك، أحيانا هو بيفتح لك الصفحة وبتلاقي كلام كأنه موجه لإلك، كأنه بيعطيك الحل لإلك. فكيف إنك أنت ينبوع الحياة، ينبوع المياه موجود أمامك وأنت عم تبني أبار مشققة وبترتوي بدك تشرب منها؟ طبعا هي لا تحفظ مي و
ولا بتحفظ شيء، ودائما ارجعوا للينابيع، ارجعوا لكلام ربنا ولتعاليم ربنا، دائما بتلاقوا فيها الارتواء. فهذه نصيحة مني يعني لكم. شكرا لكل اللي تابعونا، وشكرا لكل الأشخاص اللي بعتوا بصباحاتهم المباركة وبمحبتهم، بشكرهم فردا فردا. بتمنى السلام لأبونا جورج، وبشكر أبونا بولس مردين على كلامه، وبشكر الاتصال من الدكتور جلال فاخوري، وبشكر كل اللي كانوا على البث إن كان على التلفزيون أو إن كان على البث المباشر على صفحتنا فيسبوك. ضلكم تابعونا وضلكم معنا بمحبتكم، نحن منستمر ومتابعتكم أيضا نحن منكمل. بشكركم، بشكر كل اللي كانوا على البث، على الطاقم اللي بالأردن وبنورسات في لبنان. بتمنى لكم صباح مبارك مليئا بالسلام والطمأنينة والمحبة. ربنا يكون معكم، والله معكم، وصباحكم نور. أعجوبة لليوميير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم، ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم، وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك، عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك. نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ترنم صلوات ليل ومير، محبة وخير. صرخ للي الطائفين.